قلما جرى الحديث عن مدينة طرابلس شمال لبنان في السنوات الأخيرة إلا من باب التوترات الأمنية التي كانت تشهدها بين الفينة والأخرى، لكن هذه المدينة تضم آثارا عريقة وأسواقا قديمة تضج بالحياة. عن طرابلس أعد لنا مراسلنا محمد محسن هذا التقرير. لم يكن هدوء ما بعد المعارك في طرابلس يكتمل إلا حين تعيد محل الحلويات فتح أبوابها. هذا الطعام الذي يقصده الجميع من مختلف المدن اللبنانية هو بشارة الأمان هنا، تزخر بفنونه عاصمة الشمال وهو من واجهاتها الجميلة كما يقول أهلها. وقت الإنسان بده يعيش بضل يعيش. شو أكثر شيء بتحبيه بطرابلس غير طفولتك؟ غير طفولتي العيشة، عيشة العالم بحبوا يعيشوا والأكل. بحيويتهم المعتادة يملأ الطرابلسيون أسواق مدينتهم القديمة التي تعود للعهد المملوكي. هذه المنطقة شهدت فصلا من المعركة الأخيرة في تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي. انتهت المعركة وبقي أبو نبيل يبيع شراب الخرنوب لقاصديه، وبقي أبو الفوز وكعكه الطرابلسي. الشكوى من ضيق الحال يسكنها الأمل والقناعة. دائما كلهم بيجوا من بيروت ومن الشمال ومن الجنوب، بطرح من كان بيجوا، حتى من الخارج بيجوا. طرابلس ابن الفقير ابن الدرويش، يعني معنى الدرويش فقير، هيك بسموها من أدي مدي ام الفقير. منذ تطبيق الخطة الأمنية قبل نحو عام شهدت المدينة فعاليات رياضية واجتماعية وفنية استقطبت عشرات الآلاف. إرادة الحياة موجودة هنا وهي جلية في فعاليات المدينة، وما ينقص وفق مختلف الملمين بشؤونها هو النظر إلى طرابلس بعين تنموية وتحديدا من القطاع العام. المطلوب من السياسيين المتمولين يستثمروا بطرابلس، نحن ما عم نطلب منهم لا عطايا ولا زكاة أموالهم. اليد العاملة بطرابلس تعالى تكون السعر الحد الأدنى في كل لبنان، يتفضلوا يستثمروا أموالهم في طرابلس ويستفيدوا من السياسيين المتمولين. أما السياسيين غير متمولين فهم يعتبروا متخذي قرار. ما زالت المدينة تنبض بحياة أهلها بالرغم مما فرضته سنوات التوتر الأمني. يحفظ الناس لطرابلس عطفها على الفقراء، لكن في الوقت نفسه يزيد التذمر من غياب التنمية التي إن حصلت وفق خبراء فأنها ستجعل طرابلس من أبرز المدن على حوض البحر الأبيض المتوسط. محمد محسن، RT، من مدينة طرابلس شمال لبنان.